نيجي بقى لموضوع الانفراد اللي انا قلته بتاع يحيى عطية الله، واللي ادهوني الزميل المحترم سفيان بونيجار الصحفي في الأخبار المغربية وعضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين المغاربة. يحيى عطية الله اتقال ان الزمالك وصل معاه لخطوات متقدمة، واتقال ان الاهلي دخل على الخط. النهاردة بأكد لك ان يحيى عطية الله خارج حسابات الزمالك وخارج حسابات النادي الاهلي، وان وكيل يحيى عطية الله يبدو ان هو حافظ السوق شوية، فعنده كم حاجة جياله من الخليج، بالإضافة إلى أنه في الوداد عايزينه يقعد، فبيلوح بالورقة بتاعت الأهلي والزمالك عشان يقدر يوصل لأكبر مكاسب مالية ممكنة. ولكن لا الأهلي اتكلم مع يحيى عطية الله، مجدي إدريس من لندن مساء الفل، ولا الزمالك اتكلم مع يحيى عطية الله، وإنما كان هناك عروض من وكلاء ممكن يكون في الليستة عند الأهلي اسمه، في الليستة عند الزمالك اسمه، ولكن تصنيفه إيه في الأهلي، يعني في مكانه، الأهلي عايزه ولا مش عايزه، ولو عايزه رقم كام، أولوية ولا اتنين ولا تلاتة. الزمالك بالتواصل مع مسؤولين الزمالك مش عايزينه خالص، لا عندهم لا أولوية ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة. فعلشان كده لما اتكلمت انا وقلت الزمالك لم يتواصل، وده كلام وكلاء، ووكلاء عرضته على الزمالك، بدأ الإعلام يتكلم ان الأهلي اتكلم عليها، لأن أنا فأست الأولانية، فراحوا مدخلين الأهلي بجملة مفيدة عشان يعلوا من سعره، يلاقي له قرشين زيادة من الوداد ويقعد، يلاقي له قرشين من الخليج، الكلام ده كله. لأن الحركة دي عملها السنة اللي فاتت يحيى جبران لاعب الوداد، وده برضه سؤال مهم جدا اطرح عليا يحيى جبران واقترابه من نادي الزمالك. أولا يحيى جبران لا يمكن يجي نادي الزمالك نهائيا. ليه؟ لأن يحيى جبران لاعب الوداد تفاوض الموسم الماضي مع نادي الزمالك وخلص تعاقده مع نادي الزمالك، وأنا بقول لك انفراد. يحيى جبران خلص مع الزمالك واتفق على الفلوس واتبعتت له العقود ولم يكن محترما في تعامله مع الزمالك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. في البحث عن المعلومه تجد ادق التفاصيل. يحيى جبران لاعب الوداد اولا عنده عروض، لانه عقده هينتهي مع نادي الوداد، لانه السنه اللي فاتت وجدد سنه اللي هي دي وهينتهي عقده. يحيى جبران صديق لسعيد النصري رئيس نادي الوداد. يحيى جبران السنه اللي فاتت كان فري، فحد عرضه على نادي الزمالك، عجب المسؤولين في نادي الزمالك والمدير الفني، واخد بال حضرتك، وبناء عليه اتفق مع الزمالك على كل حاجه، وتواصل مع المشرف العام على الكوره امير مرتضى، واتفقوا على كافة التفاصيل المالية، وبعت له درافت العقود، يعني صيغة علشان خاطر لما ينزل مصر تبقى الأمور واقفة على التوقيع. وهنا حصل إن يحيى جبران لم يكن محترما في كلامه، خد درافت العقد، يعني في حاجات كده في الاتحاد الدولي مش العامة مش هيستوعبوها، فنقول زي نسخة للمراجعة عشان هيسر عليكم. يعني خد العرض والنسخة اللي مراجعة وراح ساوم بيها الوداد، وبعتها لبيراميدز، وبعتها لبعض الأندية الخليجية عن طريق وكيله، وقال لك ايه الزمالك بيفوضني وده هو واتفقنا والارقام والكلام ده كله. ف
فكان هناك تصرف حاسم من نادي الزمالك وأرسل إليه تحذير لما عرف بالملاوئة دي، وهدد بالإعلان بكل التفاصيل، فرح لم نفسه وما لقيش غير سعيد النصري صديق ورئيس الوداد، راح مجدد له في نادي الوداد وقعد. وهو دلوقتي بيلعب نفس اللعبة ونفس القارة وبيدور على عقد خارج المغرب. فوكيله سرب للإعلام المغربي، وإحنا نقلنا من الإعلام المغربي إن الزمالك بيفاوضوا بقوة. أنا بقول لك على مسؤوليتي، وأنا بنفرد معاك مع قصة يحيى جبران مع الزمالك الموسم الماضي. يحيى جبران خارج حسابات الزمالك نهائيا، ولو آخر لاعب في الكون مش هيدخل الزمالك. وهذا الكلام على مسؤوليتي.